مالك قافل وشك ليه يا سعيد؟ كان لزومه ايه بوس الايدين يابا؟ استعطاف يا ابني. ايوه بس انت استعطفت بزياده، بزياده قوي، استعطفت لدرجه الذل. انت بتشخط فيها ليه يا سعيد؟ انا كنت بطلب حاجه لنفسي يا ابني، انا كنت بزل روحي علشانك انت. ايوه بصراحه يابا انت كنت مزودها شويه، وبعدين احنا في الاول والاخر بني ادمين زينا زيهم يعني. اصلك كمان ما كنتش واخد بالك من التمليه اللي حوالين العمده دول. معلش، ان شاء الله ربنا بكره هيكرمك وهتبقى بني ادم بحق وحقيق، وهتبقى زي بقيه خلق الله. لازم تسامحني، ابوك عاش طول عمره يستعطف خلق الله يا ابني. يطلع ايه بقى ابن اللواء ده كمان؟ ايه ده، له شنه ورنه جامده قوي، وكل اللي يعرفه في البلد بيقول كده. امال ايه؟ وبعدين انا عايز اقول لك يعني ما تزعلش روحك، احنا نملك اهجر بوس الايد، احنا لا من ذوي الاملاك ولا من الاكابر، عشان العمده يعمل لنا قيمه. تغريد. ايوه اطلعي يا بنت، صح اخوكي، احسن ابوكي يرجع من بره، يلاقيه لسه نايم مش هنخلص. ده راجع يا ماما والنهار بيطلع. هو هيصحى لوحده يا ماما، ده تلاقيه ظابط نفسه على الساعه اللي هيصحى فيها. النهارده في كوره، ربنا يستر والفريق بتاعه يكسب. النبي ما انا عارفه مزوده قوي كده ليه التشجيع. تصوري يا ماما، انا سمعت بيقول الواد سامي الكهربائي ان عنده يسقط في الثانويه، ولا ان الفريق بتاعه يتهزم. يسقط بعد الشر. الحمد لله على السلامة يا عمر. الحمد لله على السلامة يا أبو عاطف، إن شاء الله تكوني توفقت. الحمد لله، ربنا سترها المرة دي يا سميح. لازم ابنك يقدر إن وقفته قدام الضابط علشان استعطفه مش سهل عليا، دي صعبة ورزلة. طول ما أنا واقف قدامه حاسس إن صدري طابق عليا ونفسي مخنوق. يابا ما أنت طول عمرك في السوق، وعارف إن بتوع المرافق دول ما بيجوش غير على غلابة. بقول لك ايه، ولا تزعل نفسك، ابعد البلا عنك بحته كنافه حته بسبوسه. ده ظابط يا وليه. خلاص يابا اديله صينيه بحالها. صينيه ايه يا هبله؟ هو الظابط بتاعك ده محتاج صينيه الكنافه بتاعتك قدام المحلات الكبيره اللي بيحط فيهم البسبوسه وبيلفوها بشرايط كمان. يكونش عايز حقه ناشف؟ طب الامنه والعساكر وعارفين الناشف بتاعهم وربنا مقدرنا عليه، لكن الظابط هنعرف الناشف بتاعه ازاي؟ وهنقدر عليه ازاي؟ اوعي يابا تعملها، لحسن الطوبه تيجي في المعطوبه ويطلع الراجل مش بتاع الحاجات دي يلبسك قضيه. منهم لله، الظباط بتوع الحاجات دي ما بيتكسفوش من نفسهم وهم بياكلوا من رزق الغلابه. هطلع اغير هدومي واحضر نفسي للشغل. انتوا عارفين انا مش قلقان من ظابط المرافق، شكله شبعان، لكن حسيت انه مغلول من عاطف. قولي لي روحي طيب خاطر الضابط بكلمتين. لا بلاش يا ابو عاطف، خلي الواد اللي حيلتنا على حاله، ما حدش عارف بكره بتاعه شكله ايه، وبعدين كلها كام يوم والنتيجه تظهر ويدخل الجامعه ويبعد عنك وعن الشارع وعن الضابط، ولا عايز يطلع زيك. يابا شوال السكر يا دوب قرب يخلص. طولي بالك عليا لما انزل. التقرير عند السيد المدير.
عشان هنعرضه على سيادة الرئيس. بعد العرض نشوف ايه اللي هيحصل. مع السلامة. ملف المنطقة الرابعة يا فندم. لا خليه معاك علاء، بشوفه لما ارجع من السفر. ساعتك تؤمر بحاجة تاني؟ لا في الوقت الحالي لا شكرا. الو ازيك يا حاج؟ وازاي صحتك؟ كلهم بخير يا والدي. والله فيك الخير يا حاج. كنت عايز اكلمك عشان اقول لك انا مسافر فرنسا، لو كنت محتاج حاجه من هناك. لا ده انا مسافر دلوقتي وراجع بكره اخر النهار. وانا يعني هعوز ايه من فرنسا يا مجد؟ لا اللي انا عايزه من هنا. ايوه عايز منك خدمه. خدمه في الاول وفي الاخر لوجه الله تعالى. بص يا سيدي، بجانا جسدني راجل غلبان من الناس اللي هم على باب الله دول. ايه ابنه نجح في كلية الهندسة، واني بصراحة بقى معجب بالراجل جو لانه قدر يعلم ابنه العلامة الحلوة دي. هو لا مؤاخذة بيقولوا عليها الفوت. ايوه من الناس المعدمين اللي هم تحت خط الفجر بياما ياما جوي. انا عايزك يا مجدي تشوف له وظيفة، بس اوعى تكسفي يا حاج عبد الغني. يا اطيب راجل في الدنيا، انا مقدر حبك للخير، بس ده مفيش شهر بيعدي غير لما تطلب مني طلب زي ده. بصراحه بقيت اتكسف في المسؤولين اللي بكلمهم. حاضر. مين يا حاج؟ انت عارف سطوحي جصاص الحمير جه بقى يبقى ابنه؟ لا هما مش من بلدنا، هما من الناحيه التانيه، بس هو بقى بيلف الجيره كلها علشان يلقط رزقه. ايوه ما هو اللي بيقص الحمير بتاعتنا. معقول اللي بتعمله في ابنك ده يا حاج؟ حتى ابن قصاص الحمير بتتوسط له؟ ربنا هيكرمك ان شاء الله يا مجدي، وهيكرمك اكتر واكتر ان شاء الله. ان شاء الله عشان الناس الغلابه دول. ان شاء الله. انت عارف اصل الناس الغلابه دول قصاص الحمير؟ انت بتقول قصاص حمير؟ الو يا حاج ابعت لي الواد بتاع الهندسه ده وابعت ابوه معايا يوم السبت الجاي اكون رجعت من السفر. ما تنساش يا حاج. مع السلامه. تسريبة خنازير يا غدر، ما سمعتوش عن حاجة اسمها نظافة؟ يا رحمك منك ليه؟ قوموا فزوا. هتفل يا رئيس؟ أي واحد ولا واحدة جنبها شباك تفتحوا راحتكم قبر. لا أحرقكم. اقعد انت يا رجب، خليك مرايح. لا مؤاخذة يا رئيسة ما ينفعش. اقعد بس اقعد، خد فطرك من مبسوط. كل. اوعى تفتكر ان انا متمزجة منك من اللي انت هببته امبارح. دي اسمها غباوة، والغباوة بتحرق أكتر من نار يا روح أمك. اوعى شوية لما اقعد جنبك يا ولا. بلاش يا ريس. بلاش اوعى عايز ارتاح. بلاش يا ريس اسمعي، هجيب لك كرسي. يا خالد يا أمك. صل عليك. اوعى يا ولاد الكلب. سليمة إن شاء الله. يا نسوان يا ناس. الظاهر إن السرير رجلين اللي مكسورة من الأول. هتبلخيني يا بنت. اوعي يا أختي. شد يا بنت. ما لقيتش غير دول يشيلني. يا فرخ يا فرخ شوف لي رجالات تشيلني يا اخوي. معلش يا ريس تعالي معايا. الله اكبر يا اختي. ده منكم لله. الله اكبر. وسط خاله. قلت لك بلاش يا ريس. بلاش ايه؟ عينيهم النسوان الناشفه. النسوان الناشفه ولا الكلب بتوع المخزن يا اختي؟ على مهلك. الحقني يا على مهلك. معاك يا ريس. مش عارفه ايه يا فرخ. ما تخافيش معاكي والله. يا امه حط الكرسي. يلا يا اختي. يلا تعالي يا ريس. عشان ثبت يا اختي. اتحط شكتي في قلبك يا بعيده انت يا وليه ما كنتش. معلش يا خراب يا اختي. ابعد يا بنت. بقى ميه يا بنت. انت بقى ميه. هات ميه. هات ميه يا اختي. يما يما الف سلامه. كمان خلصت يا اختي. خدها بك خدها بك. ده مبسوط. هاتي لي السجاير يا اختي بسرعه يا اختي. يما يا هات يا رئيسه. هات عنك عنك. يا اخويا اعصابي بايظه يا اخويا. اخويا يما معلش. الف سلامه عليك يا رئيسه. اعصابي بايظه يا فندم. معلش حصل خير. كنا بنقول ايه بقى؟ كنت بتقولي ان الغباوه بتحرق اكتر من النار. المهم انت كويسه وزي الفل ما فيكيش حاجه. ما حصلش حاجه. وقعت على الشيله. الله يا بنت المدودة. خلص يا اخويا سيبك من المدودة والمعفنة. انا حافظاك. ما تقعدش تغلوش عليا وعلى نفسك عشان ما اقولكش انت غلطت في ايه.
غلطت انك سبت منطقتك صح؟ سبتها رئيسة بس انت تخرس خالص لما اكمل كلامي. مش بس سبت منطقتك وعرضت نفسك للخطر، لا وعرضت الراجل اللي معاك كمان للخطر. كل ده عشان ايه يا اخوي؟ عشان تعمل فرقعه وخيله كدابه والواد بقى اللي بيقفل المناطق عشان تداري على خيبتك وانت جايلي اخر الليل فاضي ايد ورا وايد قدام وتقول لي جبت لك منطقه جديده يا ريسه في الجيزه، اعمل بيها ايه يا خايب وانا مش قادر افرض عليها سيطرتي. راجب بص حواليك كده في المخزن وشوفوا شايل ايه، لما يبقى عندي 20 واحد مجدع زيك ساعتها اقدر اخطف من غير اللي انا عاوزاه، ولما احط رجلي في منطقه اي حد يحط رجله فيها تصرهال. راجب انا مش زعلانه منك يا واد، انت قلبك على مصلحتي، بس اوعدك لو اتوجدوا الرجاله دول ساعتها ربك يسهلها. خليني اقوم اريح في اوضتي، العصايه بتاعتي. تعالى يا راجب. وسط اتخلع يا راجب. على مهلك. العظمه كبرت يا حبيبي. معلش الف سلامه عليك. الله يخليك يا راجب. خد الكبريت خليه يولع في العيال دي. ماشي راجب سلامتك. الله يسلمك. اخ اخ يا يعني ابويا. صلي على النبي. عليه السلام. السكر قرب يخلص يا ابو عاطف. اخر النهار هنزل باب البحر اجيب شواليه. بس احنا محتاجين شويه ياما ما نتعبش نفسنا. وادي عاطف احنا متفقين يوم ما يبقى في ماتش محدش له دعوه بيا. طب روح هات لنا 5 كيلو سكر وبعدين اعمل اللي نفسك فيه. اتصرفوا. لا حول ولا قوه الا بالله. ولا زعل نفسك يابا، اذا كان على السكر امره سهل، انا هروح اشتريه. استني يا نواره. ايه عايزه ايه؟ هاجي معاكي. تيجي معايا ليه؟ اشيل معاكي اساعدك اونسك. والنبي دول 5 كيلو مش هقدر اشيلهم يعني ولا مش هقدر؟ وبعدين يا عبيطه الناس اللي شافونا مع بعض هيحسدونا. تحلفي؟ ما بحلفش في الفرخه يا دايخه. يا رخمه. يا اختي بالراحه شويه على الميه. ابوك اتفرق من فاتوره الشهر اللي فات. بقى عايزاني اخرج وامشي في الشارع وريحتي سمنه وفانيليا والضيق باين على جسمي. يا عبيطه لازم تفهمي ان الخروج ده ليه اصول. انت بقى خارجه تشتري سكر ولا تستعرضي نفسك وانت ماشيه في الشارع؟ عيب كده تغريده لمي. العيب ها العيب انك تخرجي لوحدك وما تاخدينيش معاكي. فيها ايه يعني لما اجي معاكي؟ عايز تخرجي لوحدك ليه يا نواره؟ ها ليه؟ وخزان المايه اللي فضيتيه وانت بتستحمي، والمرايه يا اختي اللي قاعده قدامها وعماله تصفطي الشعرايه جنب الشعرايه، ويا عالم هتلبسي ايه وانت نازله؟ اوعي تقربي جنب اي هدمه من هدومي. من هنا ورايح كل واحده تلبس هدوم. تغريد. نعم. انت يا حبيبتي لما بتيجي تخرجي بقول لك اجي معاكي؟ لا. خلاص زي ما بعمل معاكي اعملي معايا. ايوه بس انت لو قلتي لي عاوز اخرج معاكي انا مش هقول لك لا. اديني الصبر يا رب. يا عبيطه اختين حلوين زي انا وانت كده لما يخرجوا مع بعض الناس هتتلخبط بينهم وهيوقفوا حال بعض. وعلى رأي المثل كل فولة وليها كيال، ليه نخلي صاحب النصيب يقول يا دي يا دي؟ ايوه كده اظهري على حياتك. اوعي تفتكر ان في عريس هيجي يدق علينا الباب واحنا جوه البيت ده ما بنخرجش منه اللي بالاذن. ده حتى عساكر الجيش وزناتهم اكتر. Thank you.
جميل مالوش في الكوره ولا ايه؟ مالوش، يبقى بيحب يمشي تعايق والجو رايق. وحماد ازاي تسايق؟ طب ما تيجي اخدك ورايا على الفيسبوك ونمشي على سرعه. حماده يا باشمهندس. ازيك يا حماده؟ عامل ايه؟ صباح الفل، الحمد لله. هو انت قلت لها ايه؟ لا يا باشمهندس، هو انت ما باعث المعاكسات ولا ايه؟ لا انا بس الحركه عجبتني. انا قلت لها اللهم صل على حضره النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله جميل يحب كل جميل سبحانه وتعالى. وانت تعرفها بقى يا حماده؟ وانا يعني لو كنت اعرفها كنت استغرب اقرب منها ولا اقول لها نص كلمه. صح. وهي قالت لك ايه بقى؟ لا يا باشمهندس، انا زي ما بقول لك الحركه عجبتني. وانا بعمل كده. ايوه هي اتخضت فانبهرت فتبسمت. ما هم كلهم بيبتسموا. انت وراك حاجه؟ ما تيجي تقعد معاه شويه؟ حتى لو ورايا يا باشمهندس في تشرب شاي؟ اشرب ازوزه انا. ده انا اجيب لك سبورت. ربنا يبارك. تعال تعال. انا بلعب ايه؟ بلعب بلعب. ابو زيد بيمشي من 2 3. يلا يلا يلا. انت وجوز. انقذ جول اكيد تمام. قال له توقع الكوره لحد قد. شكلنا احنا الاثنين كده مناش في الكوره. روح لحالك يا ابني بتاع الطعميه. الله، يبقى انت عارفاني بقى وعينك عليا. بقول لك ايه، انا شكت لك اول مره، ما تحترم نفسك. مش قادر احترمها. نعم. طب ما تيجي ناخد بعضينا ونروح اي مكان ونعمل عزومه حلوه كده باي تمن تحبيه. يا نهارك اسود ومنير. ماشي، عشان انا لوحدي. ايه اللي جرى يا بنت الاصول؟ مش انت بنت ربيع الحلواني برضه؟ اصل ده عيل قليل الادب. يا قليل الادب. بس يا باشمهندس. احنا الغلط ركبنا من فوق لتحت. بنتك ما غلطتش يا راجل، يعني بلاش تخرج. اساليها كان شكلها ايه وهي خارجه؟ ام البنات كانت ماشيه في الشارع ازاي؟ انا كنت ماشيه محترمه وزي الالف، ولا بتهز ولا بتمالي اليابا. انما اعمل ايه بقى قدام السفاله وقله الادب؟ اشمعنى انت دون عن خلق الله اللي قل ادبه عليك وعكسي؟ عشان انا لوحدي اللي كنت ماشيه في الشارع. وبقيت خلق الله راحوا فين؟ ماتوا؟ لا يابا ما ماتوش، بس كل الناس كانت بتتفرج على الماتش. قلت لي خديني معاكي، قلت لي لا. ايوه، عشان تبقى المصيبه مصيبتين. من النهارده مفيش خروج. جرايه يا ربيع، البنت ذنبها ايه؟ ما تروح تشوف الواد الصايع ده مين ابوه مين اهله وخد حق بنتك. اساليها اذا كانت تعرف هو مين. حماده ابن الزايد بتاع الطعميه. وعرفت منين ان هو ابن الزايد يا بنت؟ جرايه يابا، انت ناسي ولا ايه؟ احنا مش زباين عند ابوه واغلب الايام بناكل من عنده؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الزايد ده راجل بايخ، والولد ده ابنه الحيله، والفلوس خلته يسلب طوله على الناس ومش هيقبل كلام. يا سلام، ما انت كمان ابنك حيله بس محترم. ابنك خايب. ما حدش فيكم يقول لعاطف على الحكايه دي. عاطف لو عرف مش هيسكت، واصحابه بتوع الكوره دول ما فيش اكتر منهم. عندك حق يا بنتي. يوه، جرى لكم ايه؟ المندبه دي ليه؟ لزومها ايه؟ عايز افهم الكلام ده. ما كنتش اخدت حقي، انما ده انا فرقت عليه الشارع. ما هو الناس اللي كانوا في الشارع دول بقى يا فلحه هم اللي هيقولوا لاخوكي. مفيش حاجه بتستخبى يا نواره. انت مش كابتن، انت قائد، وقائد كبير كما يديني نمره البيت يا كابتن. العنوان
نمرة البيت وعمار ليه يا ابني؟ عايز اعمل معاك واجب يا كابتن، مصر لازم تقدر ولادها. لا معلش انا ما اقدرش ادي نمرتي ولا عنوان البيت لحد. معلش اسمح. السلام عليكم اخ ياسين. السلام عليكم اخ حمزه. السلام عليكم اخ فتحي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا، ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله. يا ترى فضيلته موجود؟ ايوه في مكتبه، ادخل له على طول لحسن هو خارج علشان الدرس. طيب هو لوحده؟ اي نعم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا سيب اعتمد الغيبة الطويلة دي؟ ساعة الضرورة بتلاقيني قدامك. استغفر الله العظيم. اقعد اقعد اقعد، خد لك نفحة. جزاك الله خير يا سيدنا. وايه بقى يا سيدي الضرورة اللي حدفتك علينا النهاردة؟ أنا النهاردة وصلني شيك من الأحباب قيمته 10,000 دولار. اللهم صل على حضرة مصطفى. ها وصرفته؟ أصرفه إزاي مولانا من غير ما فضيلتك تشوفه؟ أنا جرايه معتمد، أنت مخك صغير ولا إيه يا ابني؟ هو حد كان شاكك في ذمتك قبل كده؟ اصرف الشيك يا راجل بلاش دلع، وتاني مرة ما تبقاش تعمل كده، تصرف الشيك وتجيبه على طول. طب تحب حضرتك أصرفه بالمصري ولا بالدولار؟ الله يحفظك يا معتمد، احنا هنوزع الصدقات على عباد الله الفقراء بالدولار بالمصري طبعا الراجل المصري. قول لي تحب تقعد معانا تسمع الدرس ولا وراك حاجه؟ لا احب احضر الدرس، اصل انا كنت عايز فضيلتك في موضوع كده يعني. خير؟ خليها فضيلتك بعد الدرس. طيب تعال. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك؟ ازيك يا محمد؟ ازيك حالك؟ ازيك يا ابو اسماعيل؟ ازي الاولاد؟ اهلا 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 بالاحباب. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. تفضلوا تفضلوا. نوره تغريد ماما. اطلع يا عاطف من غير زيطه، امك واختك نايمين. ايه ده نورة نامت بدري كده؟ ما هي على طول بتنام قدام التلفزيون. الله يجازي بقى اللي نكد عليها. مين اللي نكد عليها؟ نزلت عشان تشتري كمالة سكر، قام واحد في الشارع عكسها وعلى شافته من ابوك. ومين ده اللي يستجري عكسها؟ معرفش. على فكرة انت اتأخرت على ابوك وزمانه تعب. طب في حاجة تتاكل ولا؟ ولا انزل كل في الشارع، الاكل هنا مش هيعجبك. معيش فلوس. ايه هو انت مش الفريق بتاعك كسبان؟ تلاقيك كسبت رهانات قد كده. كسبت بس لسه ما قبضتش. اديك ربع جنيه. ليه عايز اكل فول وطعميه؟ ايوه والله انت ابن حلال، اهو اللي عاكس اختك في الشارع وبعتر لها السكر على الارض ابن الزايد بتاع الطعميه. ايه؟ اه والله العظيم. تاخد ربع جنيه؟ لا نفسي تسدد، انا رايح لابوكي. طب رجع تاكسي السهرة. طيب يا بايخ. روى أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع كعب الأحبار عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال كعب: يا أمير المؤمنين، ألا أخبرك بأغرب الأشياء التي قرأتها في كتب الأنبياء عليهم السلام؟ أن هامة جاءت إلى سليمان بن داود عليهما السلام فقالت: السلام عليك يا نبي الله. وعشان محدش يتحير معايا ويقول لي إيه هي الهامة دي، الهامة في هذه القصة بالذات نقصد بها البومة، وطبعا كلكم عارفين البومة دي. فقال لها سيدنا سليمان: وعليك السلام يا هامة، أخبريني كيف لا تأكلين الزرع؟ قالت: يا نبي الله، إن آدم خرج من الجنة بسببه. فقال لها سليمان: وكيف لا تشربين الماء؟ قالت: يا نبي الله، إن نوحاً
قد غرق فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لها سليمان: وكيف تركت العمران وسكنت الخراب؟ قالت: يا نبي الله، إن الخراب ميراث الله وأنا أسكن ميراث الله. الله أكبر. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال سليمان: ماذا تقولين إذا جلست فوق خربة؟ والخربة هنا معناها الخرابة. قالت: أقول: أين الذين كانوا يتنعمون فيها؟ قال سليمان: وما صياحك إذا مررت أمام دار؟ قالت: أقول لبني آدم كيف ينامون وأمامهم الشدائد؟ قال سليمان: فما بالك لا تخرجين بالنهار؟ قالت: من كثرة ظلم بني آدم لأنفسهم. قال سليمان: فأخبريني، ماذا تقولين في صياحك؟ قالت: أقول تزودوا يا غافلين، تزودوا يا غافلين، وتهيئوا لسفركم، سبحان خالق النور، سبحان خالق النور. استغفر الله العظيم من كل ذنب، لا حول ولا قوة إلا بالله. اتفضل يا حاج. شكرا يا باشا. آسف يا أبا. إيه ده يا راجل؟ فيك إيه؟ إيه اللي حصل لك؟ تعالى أقعد أقعد. عادي يا عاطف، ما تقلقش. دي كانت خناقة شغل بس كانت شديدة شوية. ضربة مطوة ربك سطر وهيفت. خناقة إيه وإيه اللي عورك؟ سيبك مني أنا دلوقتي، أنا مش مهم. أنت مش مهم؟ ضربة مطوة وتقولي مش مهم، امسك. ايه ده؟ دي حلاوة المكسب بتاع الماتش ولا ايه؟ لا دي حلاوة سلامتك، حتى شغلكوا فيه خناقات. مالك قلب وشك ليه؟ في ايه؟ مفيش، السوق نايم والليلة بتخلص وشكل البضاعة هتفضل على ده لحالي. مش دي العبارة، كلها صعب الكتير وغرز الحشاشين تشطب وهتلاقيهم بيهلوا عليك زي النمل، وبعد كده أذان الفجر هيأذن وهتلاقي زباين الفجر برضو هلوا عليك زي النمل، وهتكبر وهتبقى القشه معده. ايه بقى انت فيك حاجه تانية؟ فيك ايه؟ واد ناقص ربايه شايف نفسه عايز اقدبه. عمل لك ايه؟ عكس اختي الكبيره. بتتكلم جد؟ لازم له علقه ما ينساهاش طول العمر. شوف عاطف، الضرب في المسائل اللي زي دي ملوش لازمة، ثم ان الضرب اصلا زي قلته، ما كل الناس بتضرب في بعضها، وبعد الخناقة لا الغالب بيتعرف ولا المغلوب بيتعرف، وكل واحد فيهم بيقول انا اللي ضربت التاني، وكله بيتوه. شور عليا يا راجل، اعمل ايه؟ عرفني بالواد ده، عايز اشوفه واعرف ظروفه، وسيبنا نخدمك الخدمة دي يا صاحبي. لا لازم بنفسي، ولازم يشوفني عشان انا وابوي وامي والبنتين نمشي في الحاره ويعملوا لنا الف حساب. اسمع مني على الطوفه، خليك انت بره الموضوع دوت، وليك عليا يا عم اخلي المنطقه كلها تعمل لك انت واخواتك البنات الف اعتبار بفضل الله. صباح الفل عليك. صباح الفل يا اسطى. شكل لنا طبق كده بجوز جنيهات نخش بيه على الوليه. ماشي يا اسطى. السلام عليكم يا عم اللوسطى. وعليكم السلام. طريقك فين ان شاء الله؟ لا مؤاخذه انا مشطب ومروح. ليه بس كده يا عم اللوسطى؟ مش يمكن يكون المشوار اللي انا رايحه في طريقك؟ وبعدين ما تخافش، انا زبون حلو ومش هركب معاك سفلاقه.
ماشي يا زبون يا حلو، راح فين؟ وديني محطة القطر بتاعت الجيزة. رايح محطة القطر تعمل ايه يا راجل؟ يمسك موضوع يخص الشغل على الطوفة. اطلع يا اسطى. ماشي، سلام على الطوفة. كده انت تمام التمام يا ابو ارض. ادينا معلم يمكن ينسى. انسى يا رحال. بس انت هتخانق ولا ايه؟ اللي عايز يتخانق يطلع بره، في ناس هنا ولاد ناس وعايزين يروحوا بيتهم بسلام. مفيهاش حاجه لما اساله يعني يا معلم. اسالني. انسى يا رحال. انت انا هتغلط؟ تنسى اخويا اللي عمله فيك رجب الفرخ؟ انت نسيت لما خفاك على وشك وقلعك بنطلونك وعلملك على الغاليه؟ فكده زي ما بيقول المعلم، اللي عايز يتخانق يطلع بره. واذا ما طلعتش بره بره يبقى هربيك ورب اللي يتشدد. ايه ده؟ ارن سلام. يا جدع ضيعتني وضيعت نفسك، عملت لي فيها ده كرباط؟ اديك اتسقطت. الراجل بيفرفر، اعمل حاجه. اعمل ايه؟ يا بس اعمل ايه؟ خير يا ريسة، خير ان شاء الله هيكون اغر الخير. بقولك ايه، انا عامل لك مفاجاه وعايزك تيجي تشوفيها معايا. اديني بق ميه ولا عيني. حاضر. خد يا ريسة. على مالك، الف انا وشفا. تسلم. طب افتحها وخلي عندك دم. لا مؤاخذه، لا مؤاخذه. هنيه هنيه يا ريسة. صحه صحه يا ريسة. قومنا ولا تعالي. هات العصاية يا ولا. خد يا حبيبتي امسكي. تعالي. ايدك يا ولا. تعالي. معين. استعنى بيك يا رب. على مهلك، هتنبسطي قوي. ان شاء الله يا ما جاب الغراب لهم. تعالي بس وشوفي. اصبر عليا يا واد، انت مقومني من النوم. دول بقى اول دفعه يا ريسه، عيال حلوه وهتعجبك. لو تحب اجيب لك جيش كتيبه لو عايزه. تمام. تم جميلك بقى رجب، وشوف لهم لقمه ياكلوها يرموا عظمهم بيها وحتى يناموا فيها. مية مية. حاضر يا ريسه، امرك. زي ما قلت لكم يا اولاد المحظوظه، ايام السعد والعز كتبت لكم. يلا كل واحد شوف متوه يتحط فيها. يلا ادي هواله دي. كمل الواد ده، خلينا نشوف حكايته ايه. ايه الدم اللي في ايدك ده يالا؟ هاتوه.